أهم أخبار الأسبوع في دقائق. مفوضية الاتحاد الإفريقي تشيد بالرؤية السامية لجلالة الملك بشأن المساواة بين الرجال والنساء. أشادت المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن النهوض على مستوى القارة الإفريقية بالمساواة بين الرجال والنساء، وذلك بمناسبة حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن. ونوهت أيضاً بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته لتحسين وضع المرأة في المغرب وأيضاً في جميع أنحاء القارة، مشيدة بالإصلاحات التي تم القيام بها في ظل الرؤية الملكية السامية بشأن محاربة التمييز والعنف ضد النساء. تجنيد الأطفال بتندوف جريمة حرب، تتقاسم البوليزاريو والجزائر مسؤوليتها. أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية أن الجماعة الانفصالية المسلحة البوليزاريو والجزائر تتقاسمان مسؤولية تجنيد أطفال مخيمات تندوف، وبالتالي فإنهما متورطان في ارتكاب جريمة حرب. وأعرب في هذا الصدد عمر هلال عن أسفه لأنه على الرغم من وجود هذه الترسانة المعيارية الدولية التي تؤطر حماية الأطفال في فترات النزاع، لا يزال الأطفال مخيمات تندوف بالجزائر يتعرضون للاستغلال، حيث يتم استخدامهم كجنود من قبل البوليزاريو في إفلات تام من العقاب. الحكومة تطلق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهن قطاع النقل الطرقي. أطلقت الحكومة رسمياً عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهن قطاع النقل الطرقي التي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة وسيخصص لنحو 180 ألف عربة. وتهدف الحكومة عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهن قطاع النقل عبر التخفيف من أثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر لأسعار الدولية. مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لتسوية النزاع حول الصحراء. أكد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فيليبي كونزاليس أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء التي تدعمها حكومة بلاده هي الحل الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل. وشدد فيليبي كونزاليس على أن الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية هو المخطط الوحيد الذي يفضي لنتيجة قابلة للتطبيق. الجزائر تجد صعوبة متزايدة في تصدير غازها نحو أوروبا. أكدت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية أن الجزائر تجد صعوبة متزايدة في تصدير غازها نحو أوروبا بسبب علاقتها المتوترة مع المغرب وتحالفها الاستراتيجي طويل الأمد مع روسيا وكذا وضعها الداخلي الغير مستقر. وأوضحت الوكالة أن قرار الجزائر تعليق الإمدادات إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي يمنعها من زيادة صادراتها من الغاز ويحرمها من عائدات مالية كبيرة.